أني أريد أسأل قيادات المجاهدين، القيادات الجهادية، أريد أسأل كل اللي يجاهدون في سبيل الله ويستشهدون في سبيل الله، ولا قيادة استشهد؟ شفتوا لكم قيادة استشهد؟ لا. زين، بالعافية عليك الشهادة إذا أنت رح توصلها أصلا، بس أسألكم بالله، إذا ولد الجهاديين ولد المجاهدين يسهرون ويسكرون بالملاهي ويطشون فلوس، لعد احنا وين نروح؟ احنا اللي يتهمونا بالساقطين والفاسقين، اذا ولد المجاهدين هنا، لعد احنا وين راح نولي؟ طونيا. هذا واحد من ولد المجاهدين، شوف باع الفلوس اللي مصفطه قدامه بالملهى، وطبعا ماكو مطرب يصعد اذا ما يشتغل اكس ومربع، باعوا الفلوس اللي مصفطه. أنا ما طلعت المطربين حتى لا يزعلون من عندي أصدقائي. إذا ابن المجاهد يسكر هنا وهاي الفلوس كلها يطشرها، لأن إحنا وين نقعد؟ وين نقعد إحنا ابن المجاهد؟ وأنا ماكو داعي، كلها تعرفك وتعرف سنابك، بس أنا ردت أبوك يشوف، أبوك المجاهد ردت يشوف.